وصلنا لفقرة ترندز مع حاتم الشولي. قبل لنحكي عن الفقرة ونقدمها، اليوم عيد ميلاد حاتم، كل عام وانت بخير. كل سنة وانت صالح. كلياته بدي اروح مشوار صغير بصراحة وارجع بسيد السناني. وين رايح؟ شو بدكم؟ كل سنة وانت سالم حاتم. عقبال 100 سنة يا رب. وانت سالم يا رب، شو اخباركم؟ الحمد لله. قد ايه صار عمرك؟ صار عمري 27 سنة. اوه العمر كله. اوه كل اسبوع انتم ملاحظين؟ نفسي يجيني كوشوكي. يا سلام. اقرا المكتوب لو سمحت بصوت عالي، يا بقراه انا. اقرا بسرعة. يلا هابي بيرث داي، لاف يو بيبي. طب يزيد امتى الدور علينا؟ بتمنى اكون موجوده معك اليوم، بس حتى لو انا مش موجوده متاكده راح تطلع بالجنن مثل ديما. طبعا هاي الورده من خطيبتي ديما، بحكي لها شكرا كثير. تحيه. انا بحبك اكيد كثير. انا بني يعني بيحكوا لي ارفع صوتك، مش راح ارفع صوتي. خلاص الادرينالين طلع والحياه حلوه. انا برجع على السياره بلاقي مخالفه بحكوها. ما هو يزيد هو انبسط نفس ريشه. طلع انا وياك ما وصلنا ورد على البرنامج. طب يعني بصراحه شوفوا ثقافه الورد شيء كثير حلو وانا بامن فيها كثير. صحيح انه بتعطي جد بتعطي طاقه ايجابيه للواحد رهيبه. بكفي مش يعني جد من جوا الواحد هيك ببتسم. الموضوع يعني شوي بيكون بسيط. صحيح. بس له شيء كثير طبعا. بالضبط. خلص خلينا نفوت في الفقره عشان ما انا عاد. يلا يلا عليها. انا طيب بدي امسي بالخير على كل اصدقائنا، اكيد كل اصحابنا اللي دائما بتابعونا من خلال فقره ترند. يزيد يرتاحك بوجهي عشان انا عم اسمح بالزمان عشان اشوف السيستم. بس بدي بصراحه امسي بالكل، مساء الخير جميعا على كل الناس بتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، تويتر، سناب شات، يوتيوب. شكرا لكم جميعا دائما تتواصل معنا وترند كل اسبوع عن اخر التطورات والترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي. راح نبلش اول شيء اليوم مع واتساب. واتساب عم بتحاول تعمل بصراحه نفس موضوع سناب شات. الموضوع كله باختصار انه كل مواقع التواصل الاجتماعي صارت تشبه بعض الى حد ما. سناب شات، فيسبوك، حتى فيسبوك على فكره اذا ما بتعرفوا الموضوع هذا بايرلندا جربوا يعملوا ماي ستوري زي سناب شات يعني. وانستغرام عمليتها بس نفس الافكتس ونفس الموضوع، حتى يمكن نفس طوق الورد. نفس لا طوق الورد هذا سناب شات خصوصي. خاص بسناب شات. هلا واتساب عملوا الموضوع، بس اللي بيختلف شوي انه على واتساب بس الناس اللي عندها رقمك تقدر تشوف اللي انت عم تعمله، مش زي باقي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يعني تقريبا نفس الخاصيه. رح نشوف الان فيديو بيوضح الموضوع اكثر وبنرجع نكمل حديثنا. يعني بصراحة الموضوع صار خطير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شو رأيكم آية؟ يعني أنا بشوف صراحة الواحد بطل ملحق. صح بطل يعني ملحق. هو يعمل ستوري على سناب شات ولا واتساب ولا انستغرام. أنا ماي فيفورت انستغرام. يزيد أنا تطبيقي المفضل هو انستغرام، بس بصراحة يعني مش ملحق الواحد. صح كثير صار الموضوع. كل شيء يعني ضغط. ولا المصيبة إذا أنت ما بتعمل هون 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 انت بتعتبر يعني بيعتبروك الناس انك قديم يعني مش منفعل. بالضبط. ريف شو رايك انت في الموضوع؟ انا برايي موضوع الصوره الثابته عم بتروح يعني عم بتقل. صار كل المواقع التواصل الاجتماعي عم بيستعملوا الفيديو الصور المتحركه اكثر شيء. صار الموضوع لايف اكثر. بالضبط. بطل انه تحط هلا صوره بعدين ترجع. صحيح. على موضوع الصور نروح الى تطبيق الصور الشهير انستغرام، واللي زي ما حكينا بطل موضوع صوره واحده بكفي. صار في خيار الان اكثر من صوره، وهالموضوع شغل كل مواقع التواصل الاجتماعي انه راح يعملوا نفس الموضوع ولا لا. ولكن انستغرام بصراحه بعد ما اخذتها فيسبوك عم بطوروا بالتطبيق شغلات كثير حلوه. راح نوضح لكم هالكلام كثير يعني بفيديو قصير ونرجع نكمل حديثنا. من الخاصيات الحلوة
جديد. يزيد كنت عم تسألني قبل الهوى عنها 100%، وانت لسه كنت عم تورجيني كيف. بس انا في شغله ما دققت عليها هلا، لما انا اعمل لايك على سبيل المثال واعمل سلايد على الصوره اللي بعديها، هي لايك لكل الالبوم؟ لا باخذ لكل، هو بالنهايه البوست بيطلع لك بوست واحد، فاللايك بتطلع كل البوست. أوكي. أوكي. بس تقدر تعمل سلايد في الصور وتعمل لكل واحدة لايك وتكتب عليها كومنت. أوكي. أوكي. يعني نفس فكره يمكن فيسبوك الالبوم على الفيسبوك على البيج حولوها هم لا انستغرام، او بدل ما انا انزل اربع صور منفردات خلص بنزل وعمله كولاج مليون شغله عمله. يمكن انستغرام بصراحه عم بحاول يحافظ على مكانه، فعلا عم بحافظ على مكانه انه خلص اختص بموضوع الصور. من نروح على الترند يا حبيبي، مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن وتحديدا على فيسبوك وعلى انستغرام. يوم الجمعه اول حلقه من الموسم الثالث من نجم الاردن، وهالموسم راح يكون فقط تحدي الغناء. لهيك الشباب في رؤيه قبل ما يبلش الحلقة، قبل ما تبلش الحلقة الأولى، حبوا يعملوا مسابقة ما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. معدة البرنامج ندى عناني بلشت الموضوع وطلعت على مسرح نجم الأردن بالكواليس وغنت. وطبعا يعني معلومة صغيرة، كل اللي راح تشوفوه الفيديوهات اللي راح تشوفوها كمان شوي يمكن ولا عمرهم حياتهم غنوا ولا بيعرفوا يغنوا، فكان الموضوع جد مسابقة رهيبة وحلوة وتحدي جديد. ندى عناني بلشت المسابقة غنت وتحدت ثلاث، تعال نشوف ندى ونكمل. فيديو ده انا ندى عناني هيد بروديوسر نجم الاردن، وانا اليوم معكم من مسرح نجم الاردن راح ابلش تحدي الغناء. راح اتحدى ثلاث اشخاص، كل شخص بتحدى اذا قبل التحدي لازم يتحدى كمان ثلاث اشخاص، وبدنا نشوف مين راح يكون قد التحدي. انا اليوم بدي اتحدى شادي جابر بروديوسر بالبرنامج، وبدي اتحدى كريستين بيهايند ذا كاميرا، وبدي اتحدى فارس صايغ، وراح اغني شو بدي اغني. في واحد من المتسابقين اقترح علي اغني عم بتعلق فيك لنانسي، وبلش التحدي. عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحني، ولا مره حسيت بعمري اللي عشته بلاك اللي انك حاسس فيي وشايف شو بيحكوا عيني. لما تمرق حدي وبرجف قدامك انا حديتكم. احلى صوتها فخمة ندى العناني، والله صوتها حلو عن جد. حلو صوتها جد حلو صح؟ 100%. طيب هلا ندى انتبهتوا، تحدى ثلاث اشخاص. من الاشخاص تحدتهم مدير عام رؤيا فارس الصايغ. بصراحه انا ما توقعت، بصراحه يعني ما توقعت انه يفوت التحدي، لانها شوي خطوه جريئه يعني. مدير وله منصب الزلمه صحيح، يفوت معكم التحدي يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بصراحه انا اعتبرتها خطوه جريئه. بس ما بعرفش كيف صوته حيكون، انتم حتحكوا لنا هلا، بس خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعلق. يلا. يا ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا، قبلت التحدي من ندى والله يكون بعوننا. قبلت التحدي وبدها تحدى المصري ودروازة وزعبي. قبلت التحدي وبدها تحدى المصري ودروازة وزعبي. والله ابو كرم عملها، والله عملها عملها. بس تفضل يلا علق العمل. يعني له تلتين خاطر يكون مغني المعلم. والله نفسي اغني. هو اصلا بحب الغناء، فيعني ممكن لقاها فرصة انه له على الفن بشكل عام. بعدين موال يعني، مش شيء سهل. موال حركات أعطاها يعني موال. صوت جبلي ما شاء الله بجنن. صوت صوت بالعالم. زبطونا شادي جبر وقلت جبلي مرة واحدة. شادي بعلق قاعد بقول لك جبلي مرة واحدة، مش هالدرجة انت. بنهز دنب، بنهز دنب، بلكي يزيد الراتب اخر الشهر. خلص صوته حلو يلا عشان موضوع الراتب. طيب بعلق بداني مخرجنا اليوم موجود معد البرنامج شادي جابر، بيحكي لك صوته جبلي وصوته هذا مش جبلي، والاخ حبيبي حب يفوت بتحدي الغناء، ولكن شادي ما فات التحدي من الباب، فاته من ورا، عجب الدنيا وكان جريء ونشر الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغنى اغنية ما يعلم فيها الا الله. سؤال استاذ بس ايش بدك تسجلي؟ ندى عناني. نعم ندى عناني. طيب ندى عناني تحدثني اني اغني بهاشتاج تحدي الغناء في بداية موسم نجم الاردن في موسمه الثالث. مالي صرت بقدم فجأة انا. عموما انا قبلت تحديك ندى عناني، مش عارف شو بدي اغني، اي حدا يحكي لي اي شيء. والله ولعبت يا زهر. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب. ترارام الفرح فيه سطرين مين والباقي كله عجب. ومن هون بعتذر لكم عن الصوت
الابداع اللي انتم سمعتوه هذا وبتحدى احمد الشهور، معاذ العمري، نزار سامي الرائي، محمد مغربي، بس ثلاث ماشي. اذا احمد الشهور، معاذ العمري، ومحمد مغربي والبلطفه وهاشتاج تحدي الغناء. يا حبيبي على العذاب اللي عمله شادي. الفيديو تبعي موجود؟ موجود بس اكيد مش راح يكون زي شادي. طب استنى شوي بدنا نعلق وين ما راح نضل هيك. يعني شادي ليش هيك تعمل بكل الناس اللي عندك على السوشيال ميديا؟ نحن شو ذنبنا انه نسمع هيك صوت؟ شو ذنبه؟ طلعي هلا على الفيديو اللي جاي. بعدين قال بقول لك كتاب حياتي يا عيني. لسه ورا ورا ورا. لسه انا؟ اوكي. هلا التحدي لسه موجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصراحة لهلا لساته شغال. وعم نشوف كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم بتحدوا بعض، والمسابقة بصراحة أخذت صدى كثير كبير، لهيك صارت ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الناس اللي شاركوا بهالتحدي الفنان نيكولاس خوري، تعالوا نشوف. شريف الزعبي الله لا يعطيه العافية فوق تعبه، والله يسر إيديه فوق تعبه، تحداني تحدي الغناء، وأنا شخص صوتي بخزي وصوتي معفن، فأي نتيجة بتحاسبه شريف الزعبي وما بتحاسبوني. بسم الله نبدأ نختار سلطان الطرب جورج رسوف. يلي انت مالك شي ذنب، مالك شي ذنب، مالك شي ذنب، ومين قالك تحب، مالك شي ذنب. بنقل التحدي لاحمد الخالدي واحمد مساد وبراين ادمز وستروماي. انت شفت اخر شيء براين ادمز وسنوب دوغ؟ بصراحه الموضوع ما طلع تحدي الغناء، طلع المواهب الدفينه اللي عندنا. عن جد؟ يعني بصراحه في بعض الناس عجبوا شوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ريف شو رايك نيكولاس هيك سريعا؟ انا لا مستحيل، عن جد انا صوتي نشاز. طب احكي لك شغله بصراحه، هلا في منا بيستحي من الموضوع، بس انا بالنسبه بالنسبه لي يعني بعتبره جرأه وحلوه. يعني هبل عملتها؟ يعني بصراحه انا ما عملتها، لانه انا شوي شغال على الموضوع من وراء الكواليس، يعني احنا في السوشيال ميديا في رؤيه عم نشتغل على الموضوع. فلما انت يعني تجربي هذا الشيء كانه انت مع اصحابك، انك قاعد هاي القعده وبتجربيها، العفويه والله حلوه، وحلو نقدم اللي عندنا بدون اي تكلف. مليون طيب بدنا نروح على فيديو جديد وتحدي جديد، ولكن هالمره بصراحه الصوت انا بالنسبه لي يعني مش محاباه او يعني مجامل، بس الصوت اللي راح نسمعه الان في تحدي الغناء من اجمل الاصوات وشخص انا بحبه كثير، تعالوا نشوف منهم. طبعا انا قبل التحدي زميلتنا سامي الجلاوي تحدي الغناء، وبدك مليون سيني لا تعرف انا مين، حتى تعرف شو بيني، بدك جوز ملايين، وبدك مليون سيني لا تعرف انا مين. هلا انا بتحدى فؤاد الكرشه، وبتحدى معتز خلف، وكمان بتحدى يزيد ابو الفلات. عبور رهيب. شو يزيد؟ شو كثير حلو صوته، ترى هو صاحي من نون مغيب والله، لو انه العصر كان صوته لسه احلى. انا بالنسبه لي بتحدي الغناء بعطيه رقم واحد. انا بعطيه رقم واحد 100 100%. لازم تعملوا نجم الاردن بس لموظفين الرؤيه. لا الموضوع مش بس موظفين الرؤيه، هو تحدي ومسابقه على مواقع التواصل الاجتماعي، كبر كثير وطلع كثير كبير لبرا، حتى يعني نيكولاس ونادين المصري ومحمود دروز عملوا لوائل كفوري تاج. الزلمه شارك معه. يا سلام. اكبر الموضوع. طيب من التحديات بصراحه كانت جميله جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج تحدي الغناء، تخيل يزيد انت تقرط مثلا حرف الزين او السين وتطلع تغني اغنيه فيها كلها الزين والسين. يا سلام. هذا اللي عمله صديقنا وحبيبنا نزار السامي الرائي، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبه لي كان من اجمل الفيديوهات. تعال نشوف. تحداني عدي جازي وشادي جابر على هاشتاج تحدي الغناء، وانا قبلت التحدي وراح اغني اغنيه دائما بيطلبوا مني احمد سكور، ما بعرفش ليش. الاغنيه ايش بتقول؟ ودخل لك يا طير الوروار، روح لك صوب من مشوار، وسلم لي على الحبايب وخبرني بحال شو صار، وبحب امرر هذا التحدي لا كبير البي آرية في الأردن والدول المجاورة أستاذ فلاح صغير، ولا كبير السوشيال ميديا في الأردن أستاذ محمد خليفات، ولا مالكة سناب شات زين كرزون. اعرف إنه إذا وصلك هذا التحدي وما عملتوش وما عملتش لايك، إنه أخصائي نطق ولغة قد منعك. السلام. حلو الملاحظة الأخيرة، حلوة النفسية الحلوة. بالضبط. وعلى فكرة من وجهة تحية كمان صديقنا فلاح صغير اللي شارك قبل ما أفوت الحلقة. فلاح شارك؟ والله شارك صغير، شفته مغني ومبدع صراحة. مين غنى بالله؟ نازل أغنية. شوف بس يعني شفت الفيديو وحتى كتبت له كومنت يعني، ووجه كمان هو التحدي وداه لناس تانية.
حلو الموضوع كيف عم ولا ما خلصنا؟ لا ما خلصنا وختامها مسك. في فيديو جدا مهم مخبينه لاخر شيء، هذا ختامها مسك ضروري مع المبدع مطرب الجيل فنان العصر الاستاذ يزيد ابو الفلا. تفضل ابو العصفور حبيب الشعب. انا قبلت التحدي، وبما انه نجم الاردن تحدي الغناء يعني هو برنامج اردني، انا راح اغني لك انت يا طارق اغنيه اردنيه للفخم يزن الروسان. بعتذر ليزن، بعتذر لكل حدا راح يشوف الفيديو، لانه انا بعرف انه صوتي بخزي ولكن راح اغني. اشرب مي. اجواء يا تراناسي قلبك قاسي، انت اساسي استنى شوي، صار لك ساعة عالسماعة شو عم تحكي فهمني شوي. سعد مساكم. مش عارف مين بدي اتحدى. راح اتحدى آية الخياط، راح اتحدى زينة عقل، وراح اتحدى سمير حجازي. يلا سمعونا. يا ترى قاسي يا ابو الزوز، والله قلبك قاسي. اسمع انزل الفيديو، انزل لي كل الموضوع. لمين اعطيت الاخر التحدي؟ ايوه الله يمسي لي اياك بالخير. زينة وكانت قدها، وسمير كفو عيد ميلاده. ضل حدا ضل انت آية. تفضل على الهواء. راح تغني الان في بث حي مباشر. وين نحن؟ لا يزيد اي شيء. يزيد جد تحكي؟ والله وحياتك. طيب ماشي، رح اغني اغنيه كثير عزيزه على قلبي. يلا اعطيني الدو من عندك بس. ولا كيف يا الله ليش شكل حرج؟ يلا لازم نطلع فاصل. الغناء هذا يلا جريئه. مين بيقول لك انه العالم في حدا لفه 80 يوم او شكله بهلس على الشباب؟ طاير نايم سايق عايم ماكل شارب نايم قايم، هذا حكي بتشوفه بالافلام بس.